ماهر زواري. اذا فما عندكم كراس الكراس النيكست هذايا اللي هو دخل المارشي، نحبوا نتعرفوا على ليزاكتيفيتي، شنو زاد قاعدين تخدموا الى جانب هذا الكل في برانتيك. في برانتيك دونك هي شركه تاسست باش تخدم الكراس المدرسي والكتاب المدرسي. جات في اطار لا ديفيرسيفيكاسيون وتطوير الامبريمري برانسيبال اللي يمكن نتكلموا عليها بعدين، حيث ان الامبريمري برانسيبال كانت تطبع كل ما هو بوبليسيتير وكل شيء، وبوقت بدخول الانترنت شهدت معناها تقلص في رقم المعاملات وكان حتميا عليها اما تتطور معناها تلوج دي زوتر برودوي ولا ما عندهاش حد فريق اخر كان غلق ابوابها. بون شريتها انا عام 2013 انا ومجموعه من المستثمرين منهم خويا دونك مستثمر اخر دونك سي حاتم الشعبوني. شرينا شركه الامبريمري برانسيبال وعملنا برنامج استثمار. الاستثمار باش تطوروا في عملتوا تطور في المنتوج اللي باش تخرجوا، لا ديفيرسيفيكاسيون، لانه نعرف مليح مع وجود الانترنت فما بارشا دي برودوي وخاصه كل ما هو ورق ما عادش موجود، ما عادش يعملوا عليه اكثر. اي دونك اون ديفلوبي سكو نابيل سكولير، الكتاب المدرسي والكراس المدرسي وكل ما هو قصص وكل ما هو لي جو ايديكاتيف. ودخلنا نوتر سيكتور هو لومبالاج، كو سو سوا لومبالاج اون كارتون كومباكت اللي يمشي للدواء، يمشي للدخان، يمشي يمشي لي بريزونتوار، ولا الكارتون ميكرو كونتر كولي دونك بور تو سكي يعطي الكارتون كونتر كولي، يعطي لا ريجيديتي اي لا بون بريزونتاسيون دي برودوي. دونك هذوما نلقاوها سيرتو في لي لينيير دي غروند سيرفاس وكل شيء، ولا باكويت لي ديترجون لي ليسيف نتاع 3 كيلو 5 كيلو 7 كيلو. دونك اون اسي دو ديفيرسيفي pour maintenir notre place sur le marché, surtout qu'on est bien équipé de matériel d'impression. L'imprimerie principale a un matériel خارق العادة, ثلاث آلات هايدلبرغ, واحدة خمسة ألوان وفيرني, واحدة أربع ألوان. معناها الخمسة ألوان والفيرني معدل لطباعة كل ما هو آخر تكنولوجيا معناتها. آخر تكنولوجيا معناها شريناها عام 2009 2010 معناها من أحدث ما فما. عندها الات وعندها امكانيات زاد شو اسمه كل ما هو اطارات وعمال معناها من كفايه من اكف من احسن ما فما في المجال نتاعنا. دونك ما احنا راهنا على التطوير وعلى معناها ما قعدناش مسكرين واقفين، قلنا يلزمنا نطوروا الشركه. ناهيك انه رقم المعاملات نتاعها معناها فات الخمس مرات ولا ست مرات من نهار اللي شريناها اليوم. مهم جدا هذا، حاب ناخذ تعليق من عندك سي نبيل المنتصر كرجل تعليم وكمغروم بالتاريخ والتراث واهميه الورق واهميه الكتاب والكراس في حياتنا، في كيف تتابع ممكن تطور نتاع المنتوج الوطني هذا؟ هو اولا المنتوج الوطني هي ثم قضايا اليوم اصبحت قضايا وطنيه ما عادش فيها شيء معناها، هي المؤسسه التونسيه مش تقف على رجلها وتنجم تساهم في المجهود في خلق الثروه في التشغيل، يا مش تبقى في الاقتصاد الريعي اللي معنا وين وصلنا، وتو نشوفوا بعض ملفات عندك على الريعه هذه ومشاكلها على الأرضية. على كل هو التلميذ اليوم فضاء ما عادش نجموا نتحكموا فيه برشا، راهو التلميذ إذا كان ما يلقاش ألوان متناسقة، عنده برشا اطلاعات، يتفرج في التلفز اللي هي مستوى عالي من التكنولوجيا، يدخل الانترنت، ماذا بيك تعطيه الحاجات اللي تنجم ترغبها. مثلا التلميذ ماهوش كان معلومة، هو زاد آلات على الطريقة لو كومون هذه، وآلات آليات عمل منها الكراس ومنها الكتاب ومنها والجمال لازم في العملية هذه. وأنا نحيي ديجا ابهرني الجمال بتاع الالوان بتاع اي فما تناسق كبير، فما تناسق كبير. او سي فيصل قاعد يشوشلنا من هنا معناتها. هاي سيدي انا باش نرجع لهوني على وباش نجيك سي فيصل، كيفيه شو كيفاش تخدم؟ معناها انه احنا اليوم يجي قدامنا كراس او كتاب وناخذوه ونتعاملوا معاه، ممكن نقدوه ما نقدوش في الديزاين نتاعو. هل عندكم خليه بحث في كيفاش نجموا نطوروا؟ قداش عندكم من قام مثلا نتاع الوان نتاع كراسات تصاور اللي يتحطوا الغاديكا معناتها، هل يتحطوا اعتباطيا ولا فما تيود تخدم عليهم؟ نحبوا نفهموا هذا كيفاش تخدموا سيدي.
معناها ما فهم حد شيء اعتباطي، معناها احنا كيف نقوم مثلا بالتصاميم نحاولوا نكونوا في مستوى ولا في مستوى ما يتوجد في السوق، ولا نحاولوا نطوروا عليه شوية. معناها اليوم المنتوج يعرض على كل المشترين، معناها الزبائن، ويشري أحسن ما فهمها، خاطر معناها اليوم الأسعار متقاربة، ولو ماشي نحاولوا نحسنوا نقصوا السنة في السعر متاعنا، لكن شو باش نقصوا في السعر؟ ماشي نحاولوا السنة نعملوا إن أكسيون بور ريدوير أن تو بتي بو لو بري أقل من السوق، بور ميو إيدي معناها المواطن سيرتو في الوضعية الحالية، معناها مش نحاولوا نكونوا أقل 5% من السوق. من السوق الحالي. من السوق الحالي، معناها باش نحاولوا نقربوا أكثر للمستهلك اليوم يمر بظروف صعيبة. كما قلت لك معناها هي سي ان ترافاي ديكيب. معناها سيرتو أنا عندي ثلاثة شركات، واحدة تعمل كارتون كومباكت، واحدة الميكرو، واحدة الكراس والكتاب. معناها من باب المستحيل باش واحد وحده اليوم يكون قادر على أنه يتصرف فيها. معناها عندنا من نهار اللي دخلت لتو، معناها من عام 2013 اليوم عندنا قرابة 25 كادر جديد، بين مهندس كادر سوبيريور وبين ماتريزار وباك بلس 3، اللي هما قاعدين تو هما خذاو التصرف، معناها هما اللي يتصرفوا مش أنا. أنا جو سوي بوتيتر أن بو جو في لو كونترول لو ديفلوبمون، مي كتصرف وإكسبلواتاسيون ما نعمل حتى شيء. معناتها الأكيد وأنه حتى لي ديزاين والصور الكل يتوجي هذا، لأنه تعرف مليح من بكري حكى الأستاذ على أنه تلميذ اليوم ليس تلميذ، مش تلميذ نتاع قبل، لأنه اليوم التطور التكنولوجي والإنترنت والتلفزة وغيره يخليه، وأنه حتى الكراسة اللي باش يهزها يكون فيها ليدونتيتي نتاعه. حتى لومبلاج سيمين، أنا عندي ظهر خارج من التعليم، أنا عندي بنتي عملت ماجستير في التسويق ومختصة في تسويق الأطفال، وخدمت على لي زومبلاج نتاع لي برودوي نتاع الشوكولاتة وغيره وغيره، وخدمت على أهمية هذا لومبلاج أساسي في تسويق حتى السلعة نتاع الشوكولاتة ولا حلوى في ولا كل حاجة شيء. يعني كيبدا مزيان يفوق حتى البرودوي ولو في داخل راهو جاي من برا يفوق. فوق هذا مهم. سي فيصل، في وسط المارشي اللي هو موجود اليوم، يظهر لي باش تدخل للمارشي باش تكون موجود وباش تنجم تنجح وتتطور الا ما تكون عندك لومبرانت وليدونتيتي وبرشا ريشيرش، برشا ريشيرش في المنتوج اللي باش تخرجوا للسوق، وخاصة نحكي على كل ما هو فورنيتور سكولير. هي بالفعل نظرا للحدة تاع المنافسة الموجودة داخل السوق، وما حداش مؤسسة تقريبا مثلا في إنتاج الكراس، ثم إذا كان ما توفرش أنت جودة عالية وفي نفس الوقت أسعار ممتازة متماشية مع السوق، خطر الأسعار راي في النهاية السوق هو اللي يخلقها، التنافس هو اللي يعطينا أسعار. وأنا شخصيا مع مؤسسة برانتيك صار لي برشا حوارات، وكنت أدعوه في كل مرة باش يخرج من مرحلة التمركز لمرحلة الانتشار داخل السوق، يزمو يعمل كرياسيون نتاع دوزيام كاي، سميتها انا دوزيام كاي، مش في الجوده، الجوده نتاعو ممتازه بحكم كونه لي ماشين اللي عنده الكل جدد عمرهم 3 سنوات تقريبا، سيرتيفيكاسيون ايزو، قاعد يخرج في جوده باهيه. ودعوته في اكثر من مناسبه باش نخرجوا معاك التسعيره الموحده، كونه يخفض في السعر ويدخل بسعر مختلف على السوق، اقل من السوق على الاقل 10%، هو بشرنا ب 5%. أنا تمنيتها بصراحة، صار برشا نقاشات معاه باش يكون ثم تنوع في الجودة، وفي نفس الوقت زادة تنوع في الأسعار، على خاطر باش تكون على الأقل كراسة في متناول المستهلك. والعملية هذه مش عصية عليها، مش سهلة ومش سهلة زادة، لأنه باش تكون من هامش الربح، خاطر نحن راهو التجار ما عندكش فكرة قديش في دار في 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 عمليه التفاعل نتاعنا مع المستهلك، خاطر في النهايه نحن ماذا بينا نفرحوا المستهلك، نحن نقولوا ديما لو كليون لو روا، هو الملك، ماذا بينا نقدموا له جوده ممتازه ونقدموا له زاده اسعار ممتازه، على الاقل هو تلت 3 سنوات رصد التونسي المستهلك التونسي، تلت السنوات اللي تعدات هذه خاصه انا مش نركز على 3 4 سنوات الاخرانيه، وهو قاعد يعيش حاله من ارتفاع الاسعار مستمر ومضطرد، يعني مسكين كل يوم يغمض عين غدوه الحيه سبعه تلقى السوم تبدل. علاش ما يقاش رد فعل العكس؟ ثم امكانيه كبيره برشا، نجم نخدموا على الكونتيتي، نخدموا على الانتشار، كنت نبيع انا ال 100 ماذا بيا نبيع ال 200،
لكن نورس اكثر السعر. والبادره اللي مش يعملها صديقنا راهي بادره مهمه برشا، راهي تنجم تكون عندها تاثير. نخرجوا على التسعيره الموحده المتشابهه للتسعيره مختلفه، ماذا بينا يكون عندنا برشا تسعيرات مختلفه باش الكونكورنس تحرك السوق وتحيي السوق وتخلي المستهلك عنده شواء باش ياخو الجوده وفي نفس الوقت ياخو السعر المناسب. ربي يوفقهم. مهم ماذا نحبوا نحكيوا زاد على المطبعه الاساسيه اللي زاد نحبوا ناخذوا عليها فكره زاد على الانشطه نتاعها. المطبعه الاساسيه هي المطبعه الام، هي الطباعه اوفست، معناها تطبع الاوفست ورقه، معناها الديبار نتاعها ورقه، معناها مش كيف ما البرانتيك الديبار نتاعها بوبين، هذه ديبار فيافي. الكاليتي نتاع الاوفست اللي نطبع عليها زاده كيف ما قال السي محمد بن عائشه، نطبع عليها الويرو، دونك الطباعه احسن برشا من الطباعه نتاع الروتاتيف، معناها دونك تخرج كاليتي دامبرسيون احسن وتعطي اريحيه لل كيما نتاع الجرايد معناها كيكا. لا 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 احسن برشا، لا ورقه أفاي. ورقه افاي تجبد ورقه بالورقه تتعدى بالورقه معناها ما فماش انزلاق بين لي كولور، ما فماش انزلاق بين لي كولور، الروبيراج لي بارفي بارفي في الفيا في الروبيراج لي بارفي والكاليتي دو ديماج معناها الكاليتي دامبرسيون لي تري 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 نت اسكيفي كيف التلميذ يكتب على الكراسه ولا حاجه يلقى اريحيه وكل شيء. L'imprimerie principale, kif kif, tu as tout ce qui est emballage, donc tu as l'emballage, les chériquettes de bar, tu as l'emballage, tu as la harissa, tu as le cake, tu as l'emballage, tu as tout ce qui est produit de congélation, produit de mer, donc les chocolats, les cakes, nous aide à Dakhan. Donc plusieurs produits, on fait des emballages. L'avantage, nous, on a un peu diversifié. Heureusement, on est un peu diversifié, ce qui nous a permis, l'Yuma, fait la corona, et la chérie Kamtana, toi, on produit pour le consommateur, tout ce qui est produit agroalimentaire, et les maoukofs, ou matvarrach, barcha, bel corona, qui fait la quita la. كيما قطاع كيما قطاعات الاخرى كيما قطاع مثلا الكتاب المدرسي ولا الكراسه واحد نخدموا كيف كيف لي برودوي تو سكي جو ايديكاتيف لي جو ايديكاتيف معناها كيف كيف في سوق قاعده تتطور فما برشا دور نشر قاعده تستثمر في هالمجال وي ودخلنا تو ديرنيرمون تو سكي برودوي بيروتيك بدينا بالبواد دارشيف وماشي نطوروا ان شاء الله شويه البيروتيك. ربي يوفقكم ان شاء الله، نتمنى لكم كل التوفيق. بارك الله فيك. ويشرفنا وانه الحقيقه مؤسسه وطنيه في الظرف الصعيب هذايا قاعده تطور من روحها، ومرحبا بكل مؤسساتنا اللي قاعدين يخدموا واللي قاعدين يحاولوا يطوروا من رواحهم في الظرف الصعيب هذايا. اذا ما قبل وما بعد الكورونا هذايا تو الكل، واصبح السؤال الكلاسيكي مع اي كان مؤسسه او افراد او استاذ او باش نجيو للتعليم بعد شويه، كيفاش تراو في رواحكم غدوه الحي؟ لانه غدوه صعيب، اليوم صعيب وغدوه يظهر لي اصعب، انتم رؤيتكم الى ما بعد الكورونا؟ هي الكورونا ولا كاي مرحله صعيبه في 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 تاريخ البلدان معناها تجي عاده بعدها الانفراج، وانفراج قوي ياسر ويصير في بعدها التطور، يقول لك ديجا دون لي كريس ويلفو انفستير. احنا مادام فما مادام فما تونسي موجود فما الامل، هيك علاش قلت لكم عيد الامل عيد المحبه. التوانسه يلزمنا نرجعوا للعمل ثم العمل ثم العمل، بالعمل نخلقوا الثروه، بالعمل ننجحوا، بالعمل تحيا تونس بخير وبامان ما عندنا حتى حل اخر. بعد ما كملنا الاستثمار نتاعنا في الالات والمعدات والانفستيسمون ايما ان شاء الله تويكا مش نستثمروا في الاسواق الخارجيه ان شاء الله. الكراسه برانسيبالمون لا ايتي فيت بور باسكو سي ان برودوي ستاندار اللي نجموا نصدروه بصفه اسهل من الكتاب ولا لومبالاج. حليتوا ثنايا في بلدان ان شاء الله، ان شاء الله السنه نبداو نخدموا على الافريقي ولو انه صعيب بالكونفرنس سيد ازياتيك، مي نتوقع انه تونس ان شاء الله ان شاء الله في اذا مجلس النواب يعديوا شو اسمه الاتفاقيه مع افريقيا فريمون مش تكون افريقيا مش تكون منفذ كبير برشا لتونس وماشي يعين برشا تونس في التطور الاقتصادي نتاعها.